حبايب قلبي الحلوين العسلات الامامير، صباح الخير او مساء الورد، مش هكتر معاكم كتير. حلقاتنا كتير في الكروشيه وشغلنا اكتر، وخدنا ازاي بنمسك الخيط وازاي بنمسك الابره. حلقتنا النهارده هوريكم ازاي نعرف نجيب الخيط بتاعنا وايه الابره اللي تنفع معاه، وانا كمبتدئه ايه الابره اللي هبدا بيها وهعمل بيها ازاي. تابعونا في سلاسل حلقاتنا، هعلمكم ايه هي الغرز الاساسيه اللي لازم تتعلميها كويس جدا، اللي بعديها هنطلع كل الغرز وهوريكي ازاي بنقرا البترونات وازاي بنعملها اصلا، وازاي انت نفسك تعملي البترون اللي يعجبك. ترسمي الرسمه اللي على مزاجك، الرسمه اللي على مزاجك تعمليها، مش لازم تجيبي بترون لوحده. نبدا حلقتنا ما نتكلمش كتير. طبعا احنا عرفنا انواع الخيوط، ودي نزلت بيها فيديوهات كتير في ادوات الكروشيه باسعارها وباشكالها. انا الحلقه انا ده احنا مش عايزينه النهارده، ده احنا اللي عايزينه ازاي هقرا واجيب الخيط مع الابره المناسبه لي، وايه الابره المناسبه ليا كمبتدئه اشتغل بيها. انا هحط لكم تحت في صندوق الوصف، هتلاقوا سهم صغير كده تحت الفيديو، هيبقى مكتوب فيه اللينكات بتاعت الايه اللي هو الروابط، هتدوسي على الرابط هتدخلك على الفيديو تتفرجي بقى براحتك بقى وتشوفي الاسعار وتشوفي الحاجات دي. هنا طبعا هتيجي ايا كان نوع الخيط معانا، الشله معانا بتبقى كده عليها ورق زي ما احنا شايفين كده، اي كان نوع بقى. ده خيط قطن طبعا، عن هنا عشان ولادي اول ما بجيب ده كله بيتقطع، فانا دي ايه اشتريتها لكم علشان ايه اشرح لكم عليها. عندنا في الخيط اي خيط هتجيبيه كروشيه، قطن، صوف، كتان، اي نوع، هتلاقيها الشله معموله زي كده وعليها ورقه زي كده ايا كانت الماركه بتاعتها. من هنا هتلاقي الماركه ونوعها، يعني دي مثلا اسمها اليزا ديفا بيبي، دي بتتعمل في الشغل الامجرومي اللي هو العرايس والحاجات دي، طبعا تسمعوا عنه. هنا بيبقى ايه طبعا اللوجو بتاع الخيط ده، مش عينينا في حاجه. احنا هنبص هنا اهو، هتلاقي فيه كلام مكتوب كده كتير، هنعرف حاجه حاجه. يعني احنا عندنا هنا ده وزن الخيط 100 جرام، يعني الشاله اللي معانا دي 100 جرام، طول الخيط معانا 3.53 متر، يعني 3 متر طول الخيط بتاعنا. ومكتوب ايه 350 متر، وحاجات ايه طبعا حاجات معلومات عن الشركه والاتصالات والموقع بتاعهم، ده كل ده احنا ملناش دعوه فيه. احنا كل اللي يهمنا رقم قد ايه، كم جرام معانا. وتاني حاجه بنيجي هنا، شايفين الكلمة هنا، ده color، ده بيدي كده مش الكلام اللي هنا، لا ده كده هتبقى مكتوب فيها رقم لك خيط رقم كذا عشان تعرفيه، بتعرفيه من هنا بتلف كده بتلاقي زي ورقة كده ملزوقة. زي ما قلنا كده اهو. في بقى برضو في الخيط، بس هنا القطن هنا معروف احنا بناخد نوعه وبتاع علشان شغل الامجرومي، انما في الخيوط الصوف بتلفي بقى كده الخيط زي ما احنا هنشوف، هتلاقي عندك علامة، في علامة كده وبيبقى مكتوب جواها ايه مثلا رقم 4، بيبقى مكتوب جواها رقم. العلامة دي لو احنا هنشتغل تريكو يبقى ايه هنجيب الابر بتاعت التريكو مقاس مثلا 4. عندينا في بالنسبة لشغل الكروشيه هتبقى العلامة بتاعتنا كده، هتبقى جاية كده اهي علامة الابرة، هتبقى كده اهو ومكتوب عليها الرقم، مكتوب مثلا 4 5 3.5 وكده، زي ما احنا ايه عارفين 4 مثلا 5 هيبقى مكتوب عليها الرقم، هي دي العلامة هتبقى بتاعتها زي ما انتوا شايفين كده.
دي علامه الاكس، دي علامه ابر التريكو، ودي علامه الكروشيه، دي اللي احنا عاوزينها. يبقى انت هتمسكي الخيط، هنمسك الخيط وهندور على العلامه دي، والرقم اللي فوقيها هنعرف الابره بتاعته، الابره اللي بتتناسب مع الخيط ده ايه. فايه ما بتجيبي المقاس ده، ممكن يمشي معاها مقاس اصغر نمره او اكبر نمره على حسب الغرزه اللي انت عاوزاها ضيقه او واسعه. بس الغرزه المظبوطه بتبقى نفس زي ما انتوا شايفين كده معانا. اسفه للصوت، طبعا اللي متابع حلقاتي عارفين انا ساكنه في الدور الثاني بقى، والاصوات دي قريبه مني جدا، فاسفه مره تاني. احنا بقى كمبتدئين هنعمل ايه؟ هندور في الخيط، هنقلب لحد ما نلاقي العلامه بتاعتنا دي وعليها مقاس 4. انسب ابره للمبتدئين ابره مقاس 4 اهي، دي اسمها الومنيوم، ابره الومنيوم هتلاقيها ملونه كده اهو. الابره سعرها بتروح بقى من مكان لمكان، في 5 جنيه، في 4، في 3، على حسب بقى الارقام. برضو هحط لكم تحت الفيديو اللي خاص بايه بانواع الابر واشكالها واسعارها، تحت برضو في صندوق الوصف هحطها لكم. انسب ابره معانا ايه؟ زي ما احنا شفنا ابره مقاس 4. همسك الابره كده واقول له انا عايز ابره مقاس 4 اهي، وجيبي الخيط نقي اي لون يعجبك اشتغلي بيه يكون مقاس 4. تبصي على الخيط كده وتجيبي، يا اما انت بتقولي له انا عاوزه خيط يمشي مع الابره مقاس 4 هو هيجيب لك. الناس دي بتبقى من كتر المعامله في الخيط وكده بتبقى عنديها درايه يعني. يا رب تكون حلقتنا عجبتكم واستفدتوا. اي سؤال اي تعليق تحت في الكومنتات، واستنى تعليقاتكم اللي بتشجعني اعمل لكم كل جديد. ولوليتا تو في الهاند ميد ولوليتا كروشيه.